تجربة جهاز قياس نسبة السكر في الدم اللي بكل بساطة تركب عليك الحساس على يدك بشكل دائم وتأخذ القياس بالطريقة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وفعليا هذا الجهاز بدأ يطلع في السوق، ينباع في بعض الصيدليات. الفكرة من هذا الجهاز أنك أنت تحط حساس وتركب هذا الحساس على يدك، يبقى هنا إلى 15 يوم، يصير كل ما بغيت تقيس نسبة السكر في الدم تشغل الجهاز، تختار أنك تبي تفحص، انتهى، طلعت القياس عندك أو طلعت نتيجة القياس بشكل سريع جدا. الحساس فيه إبرة ويتركب بطريقة خاصة، الحساس تشتري لحاله وبعدين تركبه على يدك، والإبرة دي بتبقى معاك داخليا. واضح أنه هنا في زي جهاز المصغر لقياس نسبة السكر اللي دائما قاعد يحلل هذه النسبة، وتصير أنت تقراها بشكل كامل من هذا، أو نقدر نقول من الجهاز الأساسي. الجهاز جتني أسئلة عليه أنه هل هو عملي، هل هو كويس وفعليا يسوى ولا لا. فعشان كذا بدأت أجربه. اليوم كملت أسبوع كامل بوجود هذا الحساس. الحساس تركيبه فيه شوية ألم، ومن هنا مفروض أعطيه ملحوظة. تسويق هذا الجهاز موجه للأطفال بشكل أكبر، على أساس أن يفكهم الله يعينهم من الإبر اللي كل شوي قاعد يوخز الجلد، على أساس يأخذ نسبة الدم من نفس نقاط الدم اللي تطلع. وأيضا جسمي وبنيتي غير جسم الأطفال، فتجربتي بناء على عمري وأيضا بناء على يعني فيزيائيتي كاملة، فيمكن تختلف التجربة من شخص لشخص. ألم؟ نعم، في ألم أول ما تركب نفس الإبرة هذه، وخاصة يوم تقعد أول كم يوم، يوم تجي تروح تنام تنسدح شيء، تلاحظ أنه في ضغط قاعد يصير على هذه المنطقة. في البداية يكون في ألم، ولكن بعد كم يوم راح هذا الألم وصار الموضوع جدا عادي، يعني تقدر أخبط الجهاز بالطريقة دي ما تحس أنه في أي ألم، والإبرة نوعا ما خلاص ما عاد تحس فيها. ولكن يظل كل كم يوم فجأة كذا تلاقي في شوية تنين، أو تلاقي أنه حسيت على الإبرة فجأة. وأيضا أثناء التدريب الأمور طبيعية، أثناء الشاور أمور طبيعية، ما تحس أنه حيفك ولا حيطيح ولا في أي مخاطرة، ولا اضطريت أني أحط عليه أي غطاء. فيمكن في سيناريوهات أفضل لاستخدام هذا الجهاز. فمثلا كبار السن، ما ودك تصحي من نومه، ما ودك تيجي كل شوي تبثر أنك تطلع دم، الله يعينهم يا رب العالمين اللي عندهم موضوع قياس نسبة السكر في الدم وغيرها من الأمراض، ويعطيهم الصحة والعافية اللهم آمين. فأسهل إذا هو نايم ولا شيء أنت تشغل الجهاز، شو من فوق الملابس طلعت النسبة هنا، وأيضا في تتبع مستمر لنفس التاريخ حق القياسات، فموجود عندي كامل التاريخ، وإذا حطيت قياس أقدر أضغط على زر القلم وأشوف إنه هذا نسبة إنسولين سريعة طويل المفعول، أنا ماخذ توي ماكل، توي متمرن، توي ماخذ للعلاج حقي، فأقدر أحط ملحوظة على الوقت اللي أنا أخذت فيه نسبة السكر في الدم. فيوم أراجع الدكتور ويشوف نفس تاريخ القراءات يعرف أنه هنا مرتفع نسبة السكر في الدم، فلحظتها كنت ماخذ إبرة الجلوكوز فيزيد لي أو يقلل لي النسبة، وأيضا أني ماكل أكل فيقول لي غير الأكل، وأيضا مثلا أكون توي متدرب ولا توي ماخذ العلاج، فيصير نوعا ما أنت والدكتور تضبط أموركم مع بعض. بس عندك العبء المالي اللي يجي مع هذا الجهاز، وفي تكلفة عالية مع هذا الجهاز. تقريبا نتكلم على الأجهزة الثانية لقياس نسبة السكر في الدم، الجهاز ب 200 ريال إذا كان شيء كويس، وعلبة الأشرطة حقة القياس تقريبا 50 إلى 120 ريال للنوع الجيد والكويس، ويبقى معاك المفروض حوالي الشهر. فأنت تتكلم فعليا على 200 ريال في الشهر انكثرت، أو بالأصح لو أنت يوميا تأخذ نسبة القياس يمكن ما تجي عليك التكلفة أكثر من 100 ريال في الشهر، فهذا شيء جيد أو مناسب. أما هنا الجهاز بحوالي 750 ريال اللي هي 200 دولار، فلو أخذنا قيمة الجهاز وأضفنا لها قيمة الحساس اللي يقعد معاك لمدة أسبوعين، هذه الأسبوعين حتكلفك 250 ريال، وفي الشهر يحتاج علبتين، فإذا 500 ريال في الشهر تحتاجها فقط لحساسين. سنة واحدة لو حطينا قيمة الحساسات زائد قيمة الجهاز بيطلع متوسط سعر قياس السكر عندك في الشهر حوالي 560 ريال وكسور. لو سوينا نفس الحسبة ولكن على سنتين حنلاحظ أنها حوالي 530 ريال، فأنت تقريبا كل شهر قاعد تدفع حوالي 550 ريال فقط لقياس نسبة السكر في الدم. هذا قرار أنت تاخذه، هل تقدر على هذه الميزانية ولا لا؟ أيضا نجي لجانب الألم اللي موجود ويجي أحيانا، ما في ألم إبر كل شوي، سهولة صدقا سهولة. الجهاز يجي مع الشاحن حقه في نفس العلبة، يجي لك التعليمات حقت الاستخدام السريع، يجي عندك نفس الشاحن الجداري، ويجي عندك السلك على أساس أنك تشحن هذا الجهاز، يطلع لك على الشاشة كم في شحن وأيضا كم يوم باقي لك لنفس الحساس. فحاليا
باقي 7 أيام تقريبا لنفس الحساس. طبعا عندكم لا تنسوا أثناء ما تشغل الجهاز تحط إعدادات الوقت، تفاصيل الباقي دي كلها، عمرك، الجنس والأشياء دي كلها. فهنا نجي لمعضلة شوي، هل أدفع 550 ريال في الشهر لهذه المنظومة لقياس نسبة السكر في الدم أو لا؟ شخصيا أراها فقط في حالات خاصة، إذا كان المرض مزمن أو التعب مزمن ونوعا ما صعب مسألة القياس يمكن يكون هذا خيار كويس. أما لو الأمور طبيعية يعني تحرى الأجر والله يعينك يا رب العالمين على الإبر، ولكن مبلغ مو بسيط، حوالي 6750 ريال في السنة الواحدة، وهذه على الأسعار الحالية، فما أدري يمكن الأسعار تنزل، ولكن مجرد تجربة حاولت أقدمها لكم وإن شاء الله يا رب أني أصبت. وأيضا الشيء الثاني، زمان أتذكر قبل حوالي 15 سنة يوم بدت أجهزة السكر تطلع في السوق اللي بأشرطة كانت غالية وسعرها فعليا كان مقارب نوعا ما لهذه المنظومة، ولكن مع السنوات نزل السعر وصار بالفعل مميز. فيمكن يوم تدخل شركات ثانية وتجي أيضا شركات ثانية للسوق السعودي والسوق العربي، أسعار هذه المنتجات أو هذه التقنية بحد ذاتها تنزل بشكل جدا كبير. الحين القطعة نفسها أول مرة أفكها، طبعا أول قطعة هي ركبتها، بسم الله. أوكي في أوكي طيب، أنا ملاحظين إنه هذا المكان اللي كان فيه الإبرة بدأ يطلع منه دم الحين شوي، وهذه هي القطعة، خلاص هذه هي القطعة. إنك تفكها وتركبها ما ظنتي هذا الموضوع صحيح، لأنه أصلا نفس الجهاز اللي ركبها خلاص راح. فخليني أشوف الحين بيشتغل. أوكي طلع لي نسبة قياس، فما أدري هو بيشتغل، أكيد بعد ساعة شيء ما حيشتغل، ولكن يبيلكم تشوفوا الإبرة اللي موجودة عليها كيف صار لونها حاليا. ترى توي أنتبه لطول الإبرة، الإبرة ما هي بقصيرة أبدا، وفعليا ما هي بإبرة قوية، يعني هي قطعة ألمنيوم أو قطعة بلاستيك ناعم، بس واضح من قوة هذا الجهاز قدر يدخلها ويثبتها بشكل صحيح في الجسم. وحسب توقعاتي فعليا هذا هو، في بطارية ساعة داخلية وفي جهاز واضح انه قاعد يقرأ النسبة بشكل متواصل. اول ما ركبتها قال لي انتظر ساعة، فكنت احطها على الحساس يقول لي انتظر ساعة لين ما اعرف اقيس لك النسبة، فيمكن الحين بعد ساعة سيبطل مفعولها هذه. هذه التجربة كاملة، اتمنى اني توفقت بالتجربة ذي، فاذا لقيته انه فيها شيء جيد لا تحرم واحد انه يروح عنه آلام التحليل الدائمة. الله ينفع بنا يا رب العالمين، شوفكم على خير، وإذا في شيء ثاني تبغوني أجربه من باب المعرفة أتمنى أنكم تعطوني في التعليقات خبر. من باب التذكير، التجربة مبنية على بنيتي بالإضافة إلى عمري في الثلاثينات، يمكن تجربتي تختلف تماما عن طفل أو على شاب صغير في العمر، وأيضا أنا ما عندي مرض السكر يا جماعة، فأنا سويتها من باب النصح من باب المعرفة. فأيضا الله يعينهم اللي عندهم مرض السكري، الوالد الله يرحمه كان عنده السكري وعانى منه بشكل جدا كبير. إذا أنت مريض سكري نصيحة من تجربتي مع الوالد، لا تبخل على نفسك بالعلم الحديث من أدوية من إبر من أشياء جديدة، دائما راجع الدكتور وشوف الأشياء الجديدة اللي موجودة. فالوالد الله يرحمه استمر على نوع واحد من الأدوية لمدة طويلة مما شكل عبء عليه، فأنت بيلك تشوف الأشياء الجديدة والعلم المتطور والعلم الجديد في أي قطاع. هذه من باب المعرفة، وإن شاء الله يا رب أني أصل. أتمنى يا رب العالمين أني أفدت في هذا الفيديو، وأيضا لا تحرموا أحد يمكن يستفيد من هذا الجهاز من نفس المنظومة، فيمكن تكون بالفعل تخفف عنه عبء قياس نسبة السكر في الدم. فالله يا رب العالمين يشفي مرضانا ومرضاكم ويقوينا ويقويكم على الخير. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.